مرحبا بكم يا أصدقائي، قد اشتقت إليكم. ماذا كانت القصة الماضية؟ كان هناك مشهد لقاء بين البنت مع القبطان، وتكلما معا صحيح؟ واليوم البنت ستتكلم مع الملاك مرة أخرى. قد تكون قصة اليوم هي الأهم بين كل القصص حتى الآن، فاستمعوا إليها حتى آخرها جيدا. إذن هل نستمع إلى القصة مباشرة؟ أيتها الطفلة الصغيرة، قد قابلنا بعض الأشخاص المختلفين هنا وهناك إلى الآن، كيف كانت المقابلات؟ فعلاً كانت الأوقات ممتعة مثل الأحلام. بدا كل الناس الذين قابلتهم مسرورين وسعداء. ربما هذا هو منظر ذوي الأحلام في حياتهم، أليس كذلك؟ وأنا سأكون شجاعة، فمع أني في حالة فقر ولكن سيكون عندي حلم. نعم صحيح، الجميع يمكن أن يكون لديهم أحلام. هناك الكثير من الناس لديهم أحلام، ولكن في كثير من الحالات يستسلمون بسبب الصعوبات والمتاعب. ولكن من لا يتخلى عن أحلامه حتى النهاية مهما كانت الصعوبات يحقق أحلامه. وتحقيق الأحلام لا يعني أن يكون لدي شهرة أو ثروة. الأحلام الرائعة الحقيقية هي أن أتمنى فرح شخص آخر بواسطة أحلامي. سنرسم البنت والملاك مرة أخرى، وهذه المرة سنرسمهما بشكل مختلف. سنرسمهما وهما يطيران في السماء ماسكين يدي بعضهم. Thank you.
والآن يا أعزائي، لونوا بحرية بالألوان التي تحبونها. أيها المدرسون، ساعدوا الأطفال ليلونوا بحرية بالألوان التي يريدونها.
هيا نرسم الخلفية. هكذا رسم شكل الغيوم، تبدو جميلة. اكتمل كل شيء يا أعزائي. نعم يا أصدقائي، هل رسمتم جيدا؟ حتى الآن قابلنا ذوي الأحلام المختلفة بفضل الملاك. أتمنى أن يكون لديكم أحلام يا أصدقائي، ولكن عندما يكون لدينا أحلام بأن ننجح، لا يجب فقط أن نفكر في التغلب على الآخرين. الطمع مثل هذا ليس جيداً. أعتقد أن أجمل حلم هو يكون الآخرون سعداء بفضل حلمي، وأنا أيضاً أكون سعيدة. أتمنى أن يكون لديكم حلم مثل هذا وتكبرون كأشخاص رائعين. من المهم ألا نستسلم ونبذل الجهود شيئاً فشيئاً، حتى لو كان الحلم صغيراً. ارسموا بشكل رائع وأنتم تتذكرون هذا جيداً. استمتعت بالمحاضرات معكم هذه المرة أيضاً يا أعزائي، وتطلعوا إلى المحاضرات القادمة. هيا نتقابل مع رسومات أجمل من قبل. إلى اللقاء.